انا اسمي علي فوزي، علي ابراهيم فوزي سعد. انا ببحث عن اهلي، بدور عن اهلي من وانا في ثانيه اعدادي، ودلوقتي سني انا مواليد 92، يعني دخلت في ال 24 سنه. انا بتمنى يا جماعه ان انا الاقي اهلي، وبدور على اهلي وكده، وانا عايز الاقي برضو شغلانه تكون موفره سكن، يكون موفره سكن كويس وكده. وانا اتربيت في مؤسسه دار الهدى بتاعه الايتام بتاعه طنطا، اتربيت فيها ومشيت من الملجأ وانا عندي 18 سنه. قالوا لي ماشي اعتمد على نفسك وشوف حياتك. قول لي القصه من الاول يا علي، انت لقوك ازاي؟ هم لقوني قدام المستشفى العام بتاع كفر الزيات. مين اللي لقاك؟ راجل اسمه حاج سعيد، قال لي انا لقيتك قدام المستشفى العام بتاع كفر الزيات، كنت لسه حته لحمه حمراء صغيره. فاخدني خلى مراته هي فطمتني، وبعد ما اتفطمت هم قالوا لهم لازم تسلموا الشاب دوت في مؤسسه الايتام، عشان خاطر ما ينفعش يتربى في وسط البنات، عشان يطلع له ورق، وعشان يعرف يتربى في وسط البنات وكده، فمش هينفع يتربى في وسطيهم. ففعلا سلموني في المؤسسه وكده. من وانا عندي 18 سنه بعدها قالوا لي، لقيت صاحبه الدار جت قالت لي ماشي اتكل على الله ماشي. طب يا جماعه، طب انا هروح فين ولا اجي منين؟ قالوا لي انت بقيت راجل اعتمد على نفسك. يا جماعه ده بقيت راجل، انا معيش فلوس ومعيش مكان ابات فيه ولا الكلام ده كله، اروح فين يا جماعه؟ بس قالوا لي هو كده زيك زي اخواتك اللي كانوا معاك في المؤسسه. وفعلا مشيت من وانا عندي 18 سنه، قعدت ما كنتش لاقي مكان طبعا ابات فيه، كنت عامل لنفسي اوضه كده تحت كوبري التجميل بتاع طنطا، عشان الكلاب ما تعديش عليا او القطط او العرس ما تعديش عليا وانا نايم وكده، او مش حاجه تضايقني وكده. واكل وشرب كنت بعرف اخواتي اللي متربيين معايا في الدار، كنت بروح لهم كانوا بيدوني مثلا كيسه مثلا حتى اللي فيها شويه رز، فيها شويه اي حاجه باكلهم يعني وكده. وكانت الدنيا كانت ماشيه معايا لحد كده، لحد ما المؤسسه كلمتني وقالت لي انت المفروض ليك جيش، انت هتخش جيش. تمام. اقول لي بس يا علي،